الحلم ديالي ينشوف المهدي يقبض الدكتورة ديالو باش ما ناخدش هادك الخطر ديال انني ما نتقبلش في الجامعة ولا في شي ايتابليسمون سوبيريور الوغ كو معلمتش انني في التوحد. كنت كنقول ماما كنقول لها انا باغي بديك العصبيه كنقول لها انا عندي هاد الولد معوق. كاين اللي كيسميك الحماق، كاين اللي كيسميك بون شي تسميات ما كاينلاش بلا ما نسميو. No one can change the world but society can. But if I can lead, for example, a society for something, it will definitely change the world. Can I do it by myself? No. But it is possible. كنضربو يعني الله يسمح لي كنت كن ملي كيعصبني كنضربو. خصك تخدم 100 مرة أكثر من واحد اللي هو ماشي مختلف. بزز منك. يا قام بعملية انتحارية. ملي كيسمعوا ولا كيعرفوك نتايا غير فيك شي شويه الاختلاف راه ما كيقبلوكش. علاش باش حنا تكون عندنا القدره باش ندافعوا على الحقوق ديالنا بلا لجوء لولي الامر؟ عاد الى قلتي انت فيك التوحد راه لا شونس ديالك في لو مارشي دو ترافاي دو ماروكا زيرو. انا فخوره بالمهدي بزاف. مهدي بن موسى 23 عام طالب جامعي وجيرون ديال سوسيتي صغيره في طنجه. خديت الباك اون 2015 دخلت لافاك ابري جي با فاليدي مي موديول دونك من موراها شنو جي ديسيدي انني ناخذ دي كور في الانترنت اي جو لو في. تعلمت ماركتينغ ديجيتال فاسيلمون، تعلمت لي لونغ دو بروغراماسيون، تعلمت سيكوريتي انفورماتيك، دابا كنتعلم داتا ساينس توسكي لاناليز دو داتا ودكشي دابا يلا كنتعلمو. سبع اللغات الثامنه اون كور لالمون فرونسي انغلي ليبرو ليبرو ماروكان لامازيغ امازيغيه ماليك. En fait, un de mes langues qui est très très spécial où il y a une أقدم لغات اللي باقين دابا زعما existent. Basically, I'm a junior marketer and an IT consultant. Basically, my dream is to become one of the well-known entrepreneurs. I'm aiming on becoming someone who is going to change something socially, economically. And also internationally. No one can change the world, but society can. But if I can lead, for example, a society for something, it will definitely change the world. Can I do it by myself? No. But it is possible. Alors que petit à petit, chouïa chouïa, après, bdaou ki jiouni des clients. خدمت مع دي زونتربريز كبار بحال اي بي بي ام ان فيت الامريكان اكسبرس كومباني. خدمت مع دي زونتربريز ديال بزاف ديال اي تي ديال شنو سميتو. خدمت مع دي اسوسياسيون كونسيرنون دي كومباني دو ماركتين. دونك فوالا ما عارفينش كو جو سوي اوتيست. ما نقدرش نقولها ما تقدرش باسكو الا قبضتي باغ اكزومبل ودرتي في الجوب ابليكيشن ملي كتصيفط لو سي في ديالك وكتصيفط هذيك لاتر دو موتيفاسيون اكسيتيرا هذيك لابليكاسيون كامله ملي كديرها نورمالمون كيقول لك واش اسكو tu es باغ اكزومبل هانديكابي ولا لا. اللي عندك واحد لونديكاب تو دو لا سيتوي الوغ كو انا في الخدمه باغ انترنيت ما كنخدم من الدار دونك ما عنديش انا مشكل ما عندي لا بيرو ما عندي حتى شي حاجه دونك كنخدم باغ انترنيت فوالا ما نقدرش نقولها باسكو تقدر تكون واحد ديسكريميناسيون تقدر تكون بزاف ديال الحوايج دونك جو لي كاشي كاريمون وي اكزاكتومون ماشي حيت ما عنديش دي زيكسبيريونس اللي هما محتاجينهم ولكن حيتاش لوتيزم باسكو ميم ا لوروب ولا فين ما كنتي راه سا ريست ان هانديكاب التوحد راه سا ريست ان هانديكاب وي اكزاكتومون. ما كنقدرش نشوف الصداع ما كنقدرش نتحمل الصداع في مره دونك ما نقدرش باغ اكزومبل
نجلس في دي بار ولا دي ريستو اللي هما فيهم صداع بزاف، ما كنقدرش ما كنحضرش. حضرت لواحد ديال اختي وندمت جلي دي فرانشمون ما كنحضرش الاعراس. لا حضرت ديال اختي وثلاث ايام ولا اربع ايام من موراها انا مريض لعقلتي، ودني كيحرقوني بزاف وهذاك الحرق كيمشي لي الراس ديالي كامل. ما كتخدم مع حتى شي حاجه، ناخذ زعما بين كيلرز ولا اسبرو ولا باراسيتامول ولا شنو ما ناخذ، داك الحرق ما كيمشيش، كيمشي مع الوقت. مثلا ملي كتبغي تركز وكاين صداع ما كتقدرش تركز، كيجوني دي زاتاك دو بانيك. بعض المرات ملي كيكون الضو مجهد بلا قياس ما كنبقاش نشوف مزيان. كاينين دي كولور اللي مثلا كيعيوني بزاف بحال الاحمر، سي بور سولا ما تلقاش الاحمر هنايا في الدار. ما نقدرش يكون عندي لاكسي مثلا بزاف ديال الحوايج كيف ما قلت، مثلا كنبغي نمشي مع صحابي مثلا لدي غاستو ما كنقدرش، اولا هما ما كيقدروش يديوني ليهم حيتاش بون حيتاش كاين فيهم صداع. الوغ كو غير انا وصلت تما عارف راسي اش غادي يوقع من موراه. فوالا انا ما علنتش انني في التوحد، ما نقدرش باسكو كتلقى بزاف ديال بيرسوناليست الدراري صغار كتلقاهم كيقول لك المدارس كيقول لك لا انا حنا ما ندخلوش هذا الولد هذا، ما ندخلوش ما نقبلوش ما نقدرش نقبلوه. دونك باش ما ناخذش هذاك الخطر ديال انني ما نتقبلش في الجامعه ولا في شي ايتابليسمون سوبيريور الوغ كو ما علمتش انني في التوحد. طبعا كان عندي مشاكل مع صحابي، كان عندي مشاكل في لافاك مع الدراري ديال لافاك، جونغ كاين اللي كيسميك الحماق، كاين اللي كيسميك بون شي تسميات ما كاينلاش بلا ما نسميهم. بحال دابا مثلا غير في الحومه ديالي كانوا شي دراري هنايا اللي اوغوزمون تفرقوا، اشاك فوا كندوز من حداهم جونغ تنمر بلا قياس. دخلوا في ما سيكسواليتي، دخلوا في شكون انا، شنو كندير، علاش، كيفاش. دونك الا ما كانش لو كاسك ديالي غادي جونغ كل نهار غادي نجي مدابز ولا اما غادي نجي بقى في الحال اكسيتيرا. دونك كان داكشي كيجرحك كيعصبك طبعا من داخل. طبعا دفعت ختامي وهذوك الختامي كانوا عندي لي زيكسبيريونس ديالهم، زعما عندي الكفاءة ديالهم. هذيك الكفاءة اللي هي نورمالمون خدمت عليها للمدة ديال سنين، في الاخر ملي كيجي هذا كندوي على لو مارشي دو ترافاي في المغرب، ملي كيسمعوا ولا كيعرفوك نتايا غير فيك شي شويه الاختلاف راه ما كيقبلوكش، ما يقبلوكش تو سامبلومون، ما يقبلوكش حيتاش انت مختلف. عاد الا قلتي انت فيك التوحد راه لا شونس ديالك في لو مارشي دو ترافاي دو ماروكان زيرو. في لا فرانس مازال كاين ديسكريميناسيون، في اسبانيا مازال كاين ديسكريميناسيون، واخا كو انا ليتا باغ اكزومبل ليتا فرونساز كتعاون لي زونتربريز باش يدخلوا باغ اكزومبل لي جون نيوروديفير. نيوروديفير سافي دير كاينين نيوروتيبيك نيوروديفير. ميم سي ما لفي ديال هذوك لو بروغرام اللي كان دارت ليتا فرونساز ما غاديش كوم يل فو. دونك ديسكريميناسيون بارتو في كندا وفي لا سويس باغ اكزومبل، هاد لي دو بي على حسب انا ما عارف، على حسب على لي كليون اللي خدموا اللي خدمت معاهم، ما كاينش ديسكريمينا بون كاين ديسكريميناسيون مي ما باينش بزاف بارابور زعما هاد لي بي. اما عاد تو بو ايماجيني في المغرب كيفاش داير داكور. مالوروزمون حنايا اللي كنكونوا الناس اللي هما مختلفين خصك تخدم 100 مره اكثر من واحد اللي هو ماشي مختلف بزز منك باش تقدر تثبت راسك في المجتمع ولا تقدر بنادم الانسان يحترمك ويقدر ينسى هذاك البارتي كو تو ديفيرون. خاصك تخدم 100 مره اكثر من واحد الانسان اللي هو عادي. دونك تي بو ايماجيني كو كنخدم 17 ساعه في النهار، لو غاست يلاه كنعسو يلاه كناكل فيه نص ساعه كتمشي للماكله لو غاست نعس. دونك في لو توتال راه ما كنعش بزاف، 4-3 سوايع ونص 4 سوايع في النهار. تخدم 100 مره اكثر من اي واحد ب
باش تقدر تفرض راسك. واي خطا اي خطا ما كتمشيش حيتاش انت خطأتي كانسان، حيتاش حنا بنادم كنغلطوا، واخا تكون بيرفيكسيوني شحال ما عييتي راه ضروري ما كتغلط. دونك اي غلط كديرو كتمشي نيشان هذيك لا ديفيرونس اللي عندك كيف ما كنتي. الا خطيت راه هذا راه انسان فيه التوحد، ماشي حيتاش راني خطيت. مع العلم انا كل كاع الناس كيخطئوا. انا الام ديال المهدي بن موسى، الشاب التوحدي كانت عنده واحد الطفوله صعيبه. المهم منين خلق المهدي عامين الاولى ما كاينعش، موتر بزاف، الولد صغير وموتر. يعني كنت كنديه للاطباء ديال الاطفال، المهم كانوا كيقترحوا عليه باش يعطيهم داك السيرو ديال النعاس، وهذه انا ما كنتش كنبغي، لان كنقول نتحمل معاه نبقى فايقه معاه وما نعلموش بحال يبدا لي دروغ من عامين. يعني نصبر معاه ربما هذه المرحله تفوت. بقى كيهبوا ولا كنشوف الولد منيرفي بوحدو مع صبي وكيضرب راسو مع كيضرب راسو مع الارض، ما كنعرفش شنو السبب. مني كبر وبدا كيوقف على رجلو ولا كيضرب راسو مع الحيط في نفس الوقت، ما كنعرفش شنو السبب. يعني كنشوف الولد ما كنفهموش، باقي ما كيهضرش، باقي ما كي هادي، ما كنعرفش شنو السبب. ديتو لعند الاطباء، عاود ديال الدراري الصغار ديال الوليدات الصغار، كيقول لي لا ما تخافيش ما عنده والو، يعني ما اكتشفوليش المرض. وانا ما كنتش عارفه بان راه عنده ما كنتش عارفه بان الولد عنده التوحد. يعني ما كنتش فاهمه، كنقول يمكن كان شي توتر ملي كنت حامله به، يمكن هو اللي عمل له هذا الشيء، يمكن خرج لي موتر. المهم هذا الشيء اللي كنت كنظن. ما حدو كيكبر هو كتظهر عليه العلامه ديال التغير، يعني ولدي مختلف على الدراري اللي كيلعب معاهم. اصلا ما كيلعبش، الا تلاقى مع الدراري غير كيدابز، باغي يدي هاد اللعبه، باغي خصو كل اي حاجه شافها خصو يكتسبها، ولكن ما يلعبش بها. بدا كيكبر، ملي دخل اول مره دخل الابتدائي كان في الروض، كنقول انا في الروض ما كيجلسش في الطاولات، دائما خصو يلعب. كتقول لي لا ميتريس ديالو المهدي راه ما كيجلسش، ولكن اللي فيه انها ملي كتسقسي تقول له المهدي شنو قرينا، كيقول لها شنو شنو شنو، هو راه ما منتبهش ولكن كيسجل. كان صعيب الغضب ديالو، باقي لحد الان الغضب ديالو صعيب بزاف. شنو كيعمل مثلا؟ يغوت، يرمي مثلا بحال دابا يكون في يدو دانون، الا غير دانون كيقول لك ما خصوش يخوى، مثلا بدا كيلا جوج معالق ثلاثه بدا كيبان له كيخوى، يسيبوا الطبله مثلا، خصنا دغيا نجمعوا الطبله، ما خصناش نبقاو ديك الطبله محطوطه. يجري غايقول لك بان كلشي الدراري هكاك، لا هو كانت عنده واحد بحال الهستيريه، كنضربو يعني الله يسمح لي، كنت ملي كيعصبني كنضربو. انا ما كنتش كنفهم بكل صراحه، انا ما كنتش عارفه شنو عنده. كنت كنقول ماما، كنقول لها انا غير بديك العصبيه، كنقول لها انا عندي هذا الولد معوق. كتبقى ماما ما كتبغيش تقول لي هذه الكلمه ديال المعوق، تقول لي لا الولد مزيوان والولد هادي، انت ما تبقيش تقول لي على المهدي معوق. ولكن انا كنت كنحس انه مختلف، لان ربيت اختو، كنشوف ولاد العائله، كنشوف وليدات الجيران. يعني المهدي بزاف بزاف على الفشوش، بزاف على العصبيه، بزاف يعني اش غنقول لك، معاناه. المهم منين عرفتو انه عنده التوحد غيرت التصرف ديالي معاه، يعني ما بقيتش كنضربو، يعني لاني فهمت، كنقول انا الا ضربته غادي نكمل عليه. وليت كنحاول، يعني كنحاول نتعامل معاه بواحد السياسه، يعني كنشوف شنو الحاجات اللي كتعجبو والحاجات اللي ما كتعجبوش. ما كنبز واخا الحاجه ما كتعجبنيش باغي يعملها كنخليه يعملها. كانت اصعب، مهم واصعب حاجه دابا هذه تكون شي 3 سنين او 4 سنين، هي قام بعمليه انتحاريه. هذاك النهار انا هذاك النهار هو كان رمضان، وهذاك النهار يعني باديها من الصباح، المهدي معصب، المهدي مهم متر، وسد عليه فجات في واحد الوقت اللي سد عليه البيت ديالو، ما بغاش يفتح المهدي. افتح لي غير ندخل معاه غير نهضر معاك، والو كيبكي كيغوت كيبكي، كيقول لي انا ما بغيت حتى شي واحد يهضر معايا، وغير بابا مسكين. قلت له افتح لي الباب ديالو، الساروت، مهم بابا كيعرف داك الشيء، زول الساروت من برا، خشى واحد العود ورمى الساروت وفتحنا الباب. صافي يعني دخلت غير انا بوحدي، قلت لماما وبابا غير خليني، دخلت وسديت عليا البيت معاه.
يعني كنحاول نهدنو والو الولد يعني واحد الحاله هيستيريه وخرج عليا خرج عليا يعني هذاك اللي يوريها لشي واحد واللي يعيدها عليا خرجت قلت له المهم انا المهدي هبطت معنا البيت ديالي هنا لتحت هو بيته الفوق يالله انا صليت الفجر وداتني عيني وكيهبط عندي المهدي وطاح علي ماما طاح عليا كيقول لي انا كنموت وطاح عليا صافي عرفتو انه كل شي حاجه مشروع كان عنده ستاج في فين في المانيا ولا فين في لاسويس كان الشركه كان كيخدم معاها وفي بار انترنيت وعطاتو صيفطات له الوراق باش يجي يعمل عندها هاد بحال دابا 3 شهور ديال ستاج المهم عقلتش المهم غادي يعمل عندها ستاج وغير رجع بحاله المهم ستاج بي بهادي وغادي يرجع بحاله منين بغى يدفع الفيزا ما 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 ساعدوش وقع له احباط هو يعني بحال علاش بغى خصو بحال كيبغي يكون المستقبل ديالو يمشي يعمل ستاج ديالو ويجي هو ما كانش زعما هو اصلا من نوع اللي ما كانش مثلا غادي يبقى تما حارق او شي حاجه لا هو ديك النوع اللي كيبغي يدير كلشي قانوني اللي كنصح الامهات ما يقنطوش من ولادهم نهائيا وهذيك بعدا اولا هذيك عطاء الله سبحانه وتعالى يعني لا مفر منها الانسان يحمد الله ويشكره انا فخوره بالمهدي بزاف احلام ديالي هي نشوف جامعه انكلوزيف يونيفرسيتي انكلوزيف جامعه كدير لانكلوزيون ديال لا بيرسون اوتيست او بيان لا بيرسون اون سيتوياسيون هانديكاب دو مانيير جينيرال ماشي جامعه مخصصه حيت الا قلتي جامعه مخصصه راه هذا لا ماشي صعيبه هذا اصلا راه هو تمييز بحد ذاته ماشي ما خصناش جامعه مخصصه بغينا نقراو بحالنا بحال الناس مع الناس ولكن افيك دي كونديسيون صافي باش يقدر يكون تساوي الحدود ما بين لي نيروتيبيك اي لي نيروديفير او بيان الناس اون سيتوياسيون ديكاب دو مانيير جينيرال مثلا خاص لادابتاسيون ديال ليكزام خاص لادابتاسيون ديال لونفيرونمون تكيف الامتحان تكيف الجو ديال الامتحان وعود هو اللي كاين هو اللي دار اصلا هذا العام هذا اللي هي لادابتاسيون ديال لونفيرونمون ماشي لادابتاسيون ديال الامتحان فين كندوز و سيتي شي حاجه اللي هي انجاز عظيم ديجا الانجاز كبير بزاف بالنسبه للافاك ديالنا جي كومونسا فاليدي مي موديول زعما فاسيلمون قول حنا الامهات هذاك راه واجب علينا ما ولدنا ولادنا الا خصنا نقدو بهم وخصنا نضحيو من اجلهم الا كنا غادي نقولوا بان هذاك راه تعب ما نولدوهمش بكل صراحه يكون معاق يكون 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 يعني يكون كيف ما كان ولكن واهم شيء عاود للامهات هي التربيه الحسنه خاصنا نعلموا ولادنا الحنان ونعلموا ونربيوهم يعني نربيوهم على بزاف د الحاجات واخا في الاول غيكون في الاول بالاخص كيوصلوا واحد المرحله ديال المراهقه كتكون شويه صعيبه ولكن اذا كانت التربيه حسنه وكانوا الوالدين يعني في المستوى الديني مزيان في المستوى الاخلاق في الدار مزيان ما كاينش داك الانسان يهضر بداك المعيار يعني داك السب والقذف ديال ولادنا نعايروهم لان داكشي كيتعلموه منا الاليات ديال الدفاع على الحقوق الاشخاص من ذوي التوحد ولا طيف التوحد اللي هو ان شاء الله غادي نخدموا عليه قريب وكنقلبوا على الناس اللي هما نورمالمون اللي هما غادي ريبريزونتيو راسهم وغادي يبغي بريزونتيو اون فيت لا كوز اللي خدامين عليها باش حنا تكون عندنا القدره باش ندافعوا على الحقوق ديالنا بلا لجوء الولي الامر ولا اي شخص اللي هو خارجي على المجتمع ديال التوحد دير ديك الحاجه اللي كتعجبك تبع الميولات ديالك ثق في راسك ضرب تمارة وخدم السوايع ليل ونهار وطبعا غادي تجيب نتيجة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.